تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فم. موعد جديد من نافذة على الحياة، معكم سهام حمدي في الميكرو، ترافقني أمنة بوخيت في الأخراج التقني، ضي فجرية في الأخراج الرقمي. اليوم نحكيه على الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية بالقيروان، هذاك علاش تحضر معنا بالتليفون مدام نور الهدى الحربي مديرة الجمعية، باش نحاولوا نتعرفوا معاها على الجمعية، الأنشطة اللي تقدمهم، الخدمات للوليدات اللي ضمن الجمعية، وبرشا تفاصيل ومعطيات على هذه الجمعية. مرحبا بك مدام نور الهدى، أهلا وسهلا. عسلامة، نشكر إذاعة الحياة FM على الاستضافة هذه، ومن خلالها الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال لفت الانتباه لجمعيتنا باش الناس الكل تتفاعل معنا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا نبدو الحربي مديرة الجمعية العامة القصرية عن الحركة العضوية بالقيروان، اللي موجودة بمركب التأهيل والتربية المختصة بصحابي واحد. تضم جمعيتنا حوالي 60 تلميذ مرسمين اثنين إن شاء الله. انتم تعرفوا اللي العمل الجمعياتي هو من أسمى روافد المجتمع المدني، وهدفنا في الجمعية العامة القصرية عن الحركة العضوية اللي هي أجيم في روان رعاية وتعليم وتكوين وتأهيل منظورين لدعمهم في الإدماج للمجتمع. احنا جمعيتنا فيها قاعدين معناها نحاولوا حسب معناها خاصة عندنا برشا تجاوزات، معناها تجاوز عديد صعوبات باش احنا نقدموا افضل الخدمات اللازمة بالوسائل والامكانيات. مدام نور الهدى، انت قلت تجاوزات، نعم. تقصد تجاوز الصعوبات ولا فما تجاوزات؟ اوكي سمح. تجاوز الصعوبات ولا. اللي معناها مدام نور الهدى، احنا باش نحكيو على الصعوبات اللي تواجههم الجمعيه، اكيد ما خلينا نتعرفوا عليها اكثر، معناها قلت لي فما 60 تلميذ في الجمعيه هذيا، قداش العمر نتاعهم وشنو هو الانشطه اللي يمارسوها ضمن الجمعيه؟ بالنسبه لجمعيتنا فيها انشطه تعليميه اللي هي مقسمين صغيراتنا من عمر 4 سنين ل 18 سنه في اقسام تربيه مختصه، عن خمسه مربين مختصين متخرجين معناها ما يخدموا على الاتفاقية المشتركة للجمعيات. عندنا مقسمينهم الصغيرات حسب درجة الإعاقة نتاعهم من خلال مشاريع تربوية إفرادية يخدموها. عندنا قسم دعم مدرسي، هو قسم ذي في الإدماج المدرسي، معناها يبداو يقراوا الصغيرات في المدرسة ويعملوا عندنا نحن شوية معناها بليش للتأهيل درس التدارك، معناها عنا احنا يتسمى قسم الدعم المدرسي. وفما قسم رعاية، وفما ثلاثة أقسام نتاع تكوين صغيرات، فما ورشات تصميم منتوج وورش تقنية وابتكار وورش خياطة وأشغال يدوية، وعنا قسم معلمية زاد. من أهم النشاطات زاد الموجودة في السونتر نتاعنا النشاطات الترفيهية، نقوموا باحتفالات ديما معناها الاعياد الوطنيه والاعياد ميلاد صغيراتنا زاد ساعات. قمنا بمشاركه في معرض المولد النبوي الشريف مؤخرا في القروان لهنا في ولايه فرحان، قدمنا معروضاتنا وفما تجاوب كبير من الناس المشكورين معناها اللي هما عاونوا صغيراتنا باش معناها يزيدوا يتقدموا في الخدمه نتاعهم. عندنا زاد النشاطات الرياضيه من خلال ديما نتحصلوا نحن كجمعيه لاجئ قروان ديما نتحصلوا على ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه صغيراتنا ان شاء الله. كنت باش نسالك مدام نور الهدى باش نقول لك الورشات اللي حكيت عليهم فيهم عده انشطه، معناها يمارسوا فيهم الوليدات كيما التكوين، يعني تشاركوا بهم في معارض ولا في هكا تظاهرات؟ هذوما الصغيرات نشاركوا بالابتكارات نتاعهم في المعارض، في ينجموا حتى في شكون يجي يعمل لنا سير كوموند معناها نقدموا له المنتوجات اللي يحب عليها، فهمتني؟ خاطر احنا ما نجموش نوفروا منتوجات برشا كميه كبيره وبعد تقعد على التسويق، يعني بالطلب فهمت نتاع السوق. وننوعوا زاد في النشاطات، خاطر كنا قبل عاملين فخار ونحاس وبلور معناها نشاطات اخرين ورشات اخرين، توا بدلنا التصميم منتوج وتقنيه وابتكار في كل شيء، نجموا نخدموا بالفضه بالليقات بالفخار، معناها نعملوا تجاوز بالماتريو فهمتني. وفما طلبات مدام نور الهدى؟
والله فما طلبات يعني خاصة التزويق على الفخار وحاجات مزيانين نعملوها ان شاء الله. تو نهار نجيب لكم معناها منها المنتوجات ان شاء الله. مرحبا بيك. ان شاء الله عايشك. و لا اله الا الله محمد رسول الله. فما صغيرات هذوما يتلقاو التكوين مده هما ودرجه الاعاقه، خاطر فما ساعات عندهم مكر روتار منهم متعدد يبدا معناها اعاقه عضويه ومعاه شويه معناها اعاقه خفيفه ذهنيه يعني. معناها تتسمى الإعاقة متعددة، فهمتي؟ هذوما الصغيرات هذوما معناها يلزمهم حوالي عامين، عام ونص باش يتعلم لك، معناها مش في فيسع باش يتعلم. بعد احنا عندنا اتفاقية مشتركة بيننا وبين التكوين المهني، نزلوا صغيرنا ياخذ شهادة في التكوين المهني، معناها معترف بها بعد، باش ياخذ معناها مورد رزق من عند الشؤون الاجتماعية ولا فهمتي؟ به مدام نور، انت قلت لي بين 4 سنين و 18 سنه هكا ولا يعني صغيرات التربيه المختصه التربيه المهني، ومن 18 سنه فما فوق كلهم تكوين. تكوين من 18 سنه فما فوق. من فوق صحيح. فما برشا عباد ما يعرفوش الجمعيه ومقرها، خاطر احنا كنا نسمو في جمعيه القصيرين نتاعنا بحذا سيدي عبد القادر، جمعيه سيدي بن سلامه غادي كينا عندنا الموقع نتاعنا. مازلنا كي حولنا 2018 جان في 2018 حولنا للمرتب هذا نتاع التربيه المختصه والتأهيل اللي في لافاراج. مدام نور كيفاش يتم الاتصال بالجمعيه؟ عن فماش رقم تليفون متاح للجميع باش؟ والله تليفوننا 77 300 177. عندنا صفحة نتاعنا في الفيسبوك جمعية جمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بالقيروان. العربية تكتب. فيها معناها النشاطات اللي تقوم بهم الجمعية. كل شيء. وعندنا برشا نشاطات وبرشا خدمة، وإن شاء الله ربي معانا الناس الكل. ربي معاكم وربي يعينكم. التسجيل مدام نور باش اذا كان احد الاولياء عنده مثل صغيره قاصر على الحركه العضويه، رقم التليفون ذكرته، كيفاش يعني يسجل؟ فما شروط اخرى باش يلتحق يعني يحط ولده في الجمعيه؟ ما عندنا حتى شروط اخرى، عندنا ساعه بالعكس عندنا معناها علاج طبيعي معناها باش ينقص. فما صغيرات والديهم معناها ياسر عندهم ضغط معناها معيشه بطبيعتها، فهمتني؟ يزيد هو يتكفل بالعلاج الطبيعي بالفلوس، تولي برشا عليه، تولي كي يجينا للسونتر لهنا يتلقاه معناها مجاني، فهمتني؟ ناقصين الحقيقة برشا حاجات. فوالا باش نحكيو على صعوبات توا مدام نور، شنو هو الصعوبات اللي تواجههم الجمعية؟ احنا كي حولنا للسونتر لهنا فما برشا حاجات مش ملائمة للصغيرات. انه كان جيو مرحبا بكم في كل وقت الناس الكل. يعيشك. عندنا شويه تهيئه في السونتر، يلزمنا نوسعوا صالات، فما صاله الكيني هذه بديت، عندنا الماتريال الكل تراسل، اما الصالات هما صغيرين يلزمهم يتحلوا في بعضهم. عملنا الديفيات وعملنا المطالب المدير الجهه والشؤون الاجتماعيه بالقروان، وان شاء الله وعدنا باش يعطينا ترخيص باش نبداو ننطلقوا معناها في التوسعه. تونس معناها يلزم هو ياخذ الاوكي باش يعطينا معناها الموافقه ان شاء الله مبدئيه، معناها وافق لنا ان شاء الله. نستمع وشكون زاد يدعمنا من الناس الكثير. عندنا ساله الريستورون تاع الصغيرات زاد قاعه الاكل اللي هي يلزمها معناها تكون ملائمه، فيها افابوك في اليدين كما تعرفوا البروتوكول الصحي توا يطلب معناها اكثر دقه واكثر اهتمام بالصغيرات هذوك، خاطر هما بطبيعتهم حساسين معناها للامراض وكل شيء. عندنا زاد صارت سيكومتريسيتي توفر لنا الماتريال ديرنيامون، عندنا جمعيه نتاع الكوبي توك هذه الايطاليا عاملين معاها اتفاقيه انهم معناها يعاونونا في شويه تجهيزات وكل شيء، وفروا لنا هما تجهيزات نتاع السيكومتريسيتي اللي هي ماتريال نتاع النفس الحركي هذوما تاع الصغيرات لازمه معناها للاعاقه العضويه، فهمتي؟
وكل الإعاقات الكل ما لا يستحقوها هما بأن الحالة السالة هذه زادة يلزمها توسع باش باش الماتريال هذاك يستفادوا به الصغيرات ما علاش ماخذين وحاطين على جناب الشمسي. بالنسبة للتواليتات مؤخرا الحمد لله ثم جمعية تقدمت وعاونتنا بالكدا بالكدا جمعية العقاصير التركي يعطيهم الصحة. معناها عاونونا باش بناو لنا تواليتات ما كانتش فيها تواليتات ملائمة للصغار الصغيرات زادة. بالنسبة للبيرسونيل مدام مدام نور بالنسبة للملعب الرياضي اللي من تالي في الفونتر نتاعنا احنا خاطر في مركب من جمعيتنا احنا جمعية لاجيم قروان وجمعية بيتام قروان فرد مركب نحن مع بعضنا عندنا الملعب الرياضي هذاك من عمناو وافقوا انهم معناها مش يعاونونا وزاره الشباب والرياضه وتتصب معناها فلوس من تمويل باش يتحسن ويتهيئ للصغيرات باش يلعبوا فيه وينشطوا فيه. نزلت لتوا الدراسات والواحد قعدنا الصغيرات مره تهزهم الصالات نتاع في حمد الهواني ولا بلايص اخرى انه معناها ناقصين في التدريبات للفعاليات والمسابقات الرياضيه. ان شاء الله يا ربي يوصل صوتكم مدام نور ومعناه ويكون فما تعاون من مختلف الاطراف انه يوفروا معناه المستلزمات الكل للجمعيه وللوليدات اللي في الجمعيه الاعداد نتاعهم 60 تلميذ. مدام نور نحب تحكي لي شويه على البيرسونيل اللي يخدم في الجمعيه يعني شنو هو الاختصاصات اللي موجوده في مجموعة البيرسونيل الكل معناها على اتفاقية مجملنا معناها عندي ثلاثة منشطين رياضيين هما أصلهم أبطال عالميين معناها في العدو الريفي في رمي الجلة في رمي الرمح. هما ولاو منشطين رياضيين هما اللي قاعدين معناها ينشطوا في الصغيرات هما على وزارة الشباب والرياضة هما اللي على الوزارة فهمتي. هما معناها إعاقة عضوية زاد من أشخاص ذوي الإعاقة فهمتي هما كقدوة للصغيرات الصغيرة باش يقدموهم في المجال الرياضي فهمتي لتحفيزهم يعني تحفيز. وعندي الإطارات الأخرين الكل ترافق على الاتفاقية المشتركة للجمعيات اللي صارت في 2013 عندي شوفور واحد عندي كار واحدة اللي ناقصة كار أخرى بنزيد صغيرات الكل. فما اللي يجيكم من المعتمديات مدام نورة؟ والله المعتمديات فما شكون يجيبونا وفما اللي نخرجوا لهم احنا بالكار صدقني معناها اللي حتى زوج ولا ثلاثة يخرجوا لهم بالكار يجيك الولي يبدا يبكي وما عندوش حتى كيفاش يركبوا صغيره ديرنييرمون المدير الجهوي كلم مشكور المدير الجهوي تاع الشؤون الاجتماعية وقال لي معناها فماش إمكانية نعملوهم مثل المخل الريفي معناها يوليو يعاونونا في أنهم يجيبوا لنا يجيبوا الوليدات نقص على الكار خاطر الكار احنا جمعيتنا الكار تدور معناها على الديار الكل مش معناها كيما الجمعيات الاخرين يمشيو من الكياس لازمها توصل الوليدات للديار نتاعهم لديارهم كل صغير يهبطوا المرافق زاد مشكور معانا تعبين ما نكذبش عليك خاطر شوفور واحد المرافق واحد ومعنا النومبر نتاع الصفار عندنا زاد المربين المختصين موجودين اللي ما شاء الله خمسه مربين مقسمين على الاسواج اللي قلت عليهم قرب المختصه كل فوج زاد عنده تسميه نتاعو فوج الياسمين فوج الورود فوج البراع فوج الامل كل كلاس فيه سته سبعه صغار فهمتني يعطيكم الصحه مدام نور يعيشك. شكرا لك مدام نور الهدى الحربي مديرة الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية في ولاية القيروان تعرفنا على الجمعية الأنشطة متاحة الخدمات اللي تقدمهم للوليدات يعطيكم الصحة. الجمعية تمر ببعض الصعوبات اللي حكيت عليها مدام نور الهدى إن شاء الله يا ربي كل الأطراف يعني تخدم وتتعاون لتوفير أحسن الظروف للوليدات اللي عددهم 60 في الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية بولاية القيروان باش نحسنوا الظروف والخدمات المقدمة لهم. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأمان. تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل. نافذة على الحياة.